ممكن يعملونا الإسرائيليين مشكلة بحقوق التصميم؟ سيدي رئيس الجمهورية، عملنا بعض التعديلات الجذرية على التصميم الأساسي، جاوزنا حقوق التصميم وخلت دبابتنا تكون أكثر مقاومة. كتير حلو، حلو كتير. عدد الطاقم اللي بيشغلها؟ 6 أشخاص سيدي. سيد رئيس، وصل مراد عرمدار. قديش وزنه؟ 60 طن. حلو. طيب إمتى منقدر ننتقل للإنتاج؟ خلال سنة منقدر ننتقل للإنتاج. سنة؟ نعم. حلو كتير. سيدي لازم نفضي المحل هون فورا. إيرسوي أولوبي بده يهاجم المكان. بتفهم قلقك يا مراد. نحن كمان وصلتنا معلومات شبيهة. بس برأيك إيرسوي أولوبي بيقدر يعمل فينا شيء بهذا المكان؟ سيدي لهيك اختار إيرسوي أولوبي هذا المكان مشان يقدم رسالة للرأي العام ويقول إنه ما في حدا بأمان منه. سيدي دبابتنا ضمن هاي الظروف. مفهوم. يا حراس شو عم يصير؟ من هون سيادة الرئيس. انتوا املوا البناء، لا تتركوا أركان الدولة بدون حماية. تعملوا كل شيء بيقوله مراد عرمدار. سكروا البواب كلها، ما حدا يطلع من هون. من هون سيدي. خلصوا علينا. انت لا تشغل بالك، هي رح تكون خطة جيل وما رح يبقى ضرورة لهذا الاحتمال. بس بفرض صارت مشكلة وما قدروا يطلعوا من جوات البناء لبرا، وقتها رح توجههم ليطلعوا كلهم من الباب الوراني. مفهوم سيدي. منهرب اركان الدولة من الباب الوراني. المراد على مدار لا تطالعوهم، يعني ما رح نطالعهم. مراد عرمدار متمترس على الباب وما عم نقدر ندخل من هالجهة. لاقي حل وفجر الباب. سيدي البواب كلها مصفحة منيح، ما رح تتأثر. هول اللي قلت لك عليه، لما بتضغط شوي على الباب رح يطلعوا من ورا خايفين. اعطوني الأربيجي. إيرسوي وينه؟ معلم ما شفته. هاي الشغلة فيها إنا، لازم يكون إيرسوي هون. أنا رايح الجهة الورانية. ليكو رح يدخلوا لهون، رح طالعكم من الباب الوراني. الكل يتوجه على الباب الخلفي. وقفوا 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 بمحلكم، من هنيك أخطر. وقفوا.
منيح سيدي؟ أطلق النار. ليش تأخرتوا يا ميماتي؟ زحمة معلم، يا دوب وصلنا. أنت منيح معلم؟ إيه منيح.